معكم سامعكم لاباس انا بخير. انا حنا في واحد الموقع الكتروني جديد انفو بغيت ندير معك واحد الحوار شويه. فوقاش بديتي الدار الرسميه؟ نعم الصغر ديالي. نعم الصغر تتصميم بهذا التصميم بهذه الطريقه. شرفينا بالسميه ديالك. كريمه الجعادي. كريمه مدينه اصيله؟ لا ساكنه فيها مدينه القصر الكبير. مدينه القصر الكبير نعم. والفن تتصميم بهذا الطريقه وكاين حيت ما عنديش كيفاش ندير الزعما. وكاين شويه ديال الاقبال على اللوحات ديالك؟ الحمد لله. والنوع ديال الاقبال واش تيكون في الصيف في الشتاء ولا تيكون دائما؟ هي لا تحركت لا خرجت الرزق بيد الله، مره كنبيع مره ما كنبيعش. وتتشوفي بان النوع ديال الفن اللي كاين في مدينه اصيل واش هو قادر انه يعيش الانسان في حياته العاديه بكرة المعيشه؟ شويه صعيب ولكن كنحاول. صعيب ولكن كنحاول ربي كيعاوننا. ما كانش شي جمعيه ديال الفنانين هنايا؟ كانش شي جمعيه ديال الفنانين في اصيله؟ ما عرفتش ما مشاركتش شي جمعيه انايا. وما كانش شي دعم من وزاره الثقافه ولا الانسان تيكبد حياته بهذه الطريقه ديال العيش؟ كنت كندير معارض ودي عام باش توصل معارض و اختارت نجلس هنايا. واحد هذه مدة طويلة وأنا كنجلس هنايا ماشي عام ولا عامين. نعم عندك أسرة عندك ولادات مع الوالدين عايشة؟ بوحدة. بوحدة. وتيكون تيكون صعيب شوية ديال التسدير شكون تيعاونك في الدار شكون؟ مرة تكون عندي بنت كنخلصها بعد ما نرجع بعد ما نرجع بوحدة. هو نتمنوا التوفيق ان شاء الله. نتمنى من الله يجيو الناس يشوفوا أصيلة وياخذوا من عندنا قلب الناس ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله.